قمري الحمام لله يا الطاير، نوصيك وصايا دير ذي المزية، حشمتك يا حمام واصبر، توصل لغزال الجاف يا عليا، ادي علواني ورد لي بالخبر، واش ما قالت عاودوا عليا، من وحش الزايخة ما نطيق نصبر، وش فانومي وما طابشي عليا، الليل مطول وانا يا مضمدر، نكمي المحان وليعتي خفية، قمري الحمام ليها روح طاير، كامل الزين الزايدة بليا، منها قلبي مشطون كي محير، الولف صعيب وما دار فيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ علال الفنان كل عام نهار يهديكم فيديو. علاش؟ على حسب الناس المتبعين اللي كيتبعوا هالكلام. والحمد لله ما دامنا حيين رحنا نقاومه. والغالط في الدنيا لا تكون زربان. هذا واحد السيد يا سادات يا كرام، حكاية من حكايات الزمان. هذا السيد كان يحكم في الجن، من اللي كان يحكم في الجن، واحد النهار من نهارات الأيام وهي دخلت عليه واحد الجنية، من اللي خلطت عليه قالت له شوف غادي تديني وغادي نتزوج بيك، والمال نتاع الدنيا كاملة يكون بين يديك، وإلا ما بغيت شيء هذه هي الأخيرة ديالك، ما عندي ما غادي نقضي عليك. قال لي ها شوفي، إلا أنت هي جنية وبغية تديني غادي نشرط عليك واحد الشرط. أما هو هذا الشرط؟ قال لي ها الشرط اللي غادي نشرط عليك، واش أنت مسلمة أو جاهلة؟ قالت له جاهلة. جاهلة؟ إيه. وقال لي ها يا ودي أنا راني مسلم، إلا تشاهدي واخا نديك، بصح إلا ما تشاهديش أنا ما نقدرش نتفاهم معاك. قالت له اسمع، تديني واخا راني ما بغيتش نغدرك، راك عارف ما كان بغوش نغدرو، واخا جاهلة ما نغدركش. قال لي ها ما نقدرش. ما تقدرش. السيد قاري مزيان، بقى يقرا القران، حرقها، ملي حرقها بذاك القران جات له الحكمه، عيا يشوف كيفاش يدير الحكمه مشات. ايه هاودي، قال انا ضيعت رزقي وضيعت حياتي، ولكن درك كيفاش غادي ندير؟ أرى نخرج هاد البلاد هادي ما عندي ما نقعد ندير فيها، قرضه الجوع ولا تمارة التكرفيس ولا ما ثم حالة. علاش؟ هاديك الجنية اللي كان يحكم فيها كان جاتو مباشرة قالت له نديك وما الدنيا كلشي يكون بين يديك. قال لي هلا منين ما بغاتش يحرقها، على خاطر علاش؟ جاهلة. قال شوف راك تالجانور، راك كاين المسلمين كاين المؤمنين كاين الجهالة، كيما نفرق البشر مفرقين الجنون. سبحان الله تعالى واش مخلق في هذه الدنيا. جا غادي يا جماعة اللي حتى يخلط وتجي واحد العجاجة وترمي في هذاك الحاسي، طاح في الحاسي، هذاك الحاسي ما فيهش الماء، أبقى ثم، من اللي بقى في هذاك الحاسي، واحد النهار من نهارات الأيام، كل حاجة رب العالمين كاين ليها السبب، قعد مدة 4 شهور أو 5 شهور في هذاك الحاسي.
ولكن كي يتقوت غير من عند الله سبحانه وعز وجل. واحد النهار من نهارات الأيام جاءوا فايتين واحد الناس قالوا هذا الحاسي ربما يكون فيه الماء. خينا اسمع الهدرة على الشنفة تاع الحاسي بقى يزقي. سمعوه قالوا كيفاش هذا الحاسي مسكون ولا كيصرالو؟ بقاو يصنتو. قال لهم يا خوتي خصكم تجبدوني تنقذوني، نريني واحد المدة وانا في هذا الحاسي وراسي لي رب العالمين حافظني. هاد الناس يا سادات يا كرام رب العالمين سهل وجبدوه. من اللي جبدوه بقاو يسولوه قالوا له انت كي صرات لك؟ واش انت من الجن ولا من الانس؟ ها قال لهم انا من الانس. وكي صرا لك؟ قال لهم هالشي راه المقدار تاع سيدي ربي. قالوا له احكي لنا. واسمع راه غادي يحكي لهم الكلام والحكايه راها زايده القدام. وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. الشيخ على اخوكم الفنان غير كيهدي لكم هالكلام. غدا الى مت يبقاو الناس يرحموا علينا. قال على الشيخ على التاريخ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صوموا ان شاء الله بالصحه والراحه وتهلاو في الصلاه والتراويح. الدنيا راها ما دايماش.